السلام عليكم، يعطيكم العافية. اليوم إن شاء الله راح ناخذ اللي هو أول مرة ناخذ تطبيق عملي لموضوع لي تخوا موداليتي. دونك aujourd'hui on va apprendre, on va mettre en application les trois types de modalités. تمام؟ Donc ce qu'on va faire maintenant, nous avons un texte. On va regarder, on va lire ce texte, on va analyser ce texte pour savoir si ce texte contient ou si ce texte a une modalité, par exemple médiative ou épistémique, ou etc. تمام? Donc on va analyser le texte suivant. راح نحلل النص الموجود. راح نقرأ الموجود في عندي هنا. Coup de fraîcheur. طبعا في عندي ضربة برد أو موجة برد. Aujourd'hui, في عندي علامة تعجب هنا. Aujourd'hui, un vent nord-ouest. في عندي رياح طبعا هنا. إفخي راح تكون هذه dans les terres. راح تكون باردة. Modéré, إفخي dans les terres. راح تكون متوسطة وباردة في البلاد. إفخي sur les côtés. راح تكون طبعا sur les côtes. عفوا راح تكون قوية على السواحل. Balayer l'ensemble du pays. طبعا راح تكتسح جميع البلاد. Il sera accompagné de quelques averses. راح تكون راح يرافقها شوية قطرات. Les flocons tomberont de 1200 متر. طبعا هذه راح تسقط عن بعد على من ارتفاع 1200 متر sur les Alpes du Nord. طبعا على جبال الألب شمال. Le Jura, les Vosges. Le soleil s'imposera en revanche dans le sud. طبعا في المقابل الشمس راح تكون في المقابل الشمس راح تكون مسيطرة أو طالعة يعني في السود إيست ميديتيريان في طبعا اللي هو جنوب شرق البحر المتوسط. أبخيت دان فور مسخال طبعا بفضل أو بوجود اللي هو اللي هو الرياح الشمالية البحرية القوية. تمام؟ فبالتالي احنا في عندي النص هذا. هل النص هذا يحتوي على كلمات بين قوسين؟ لا. هل يحتوي على كلام بخط عريض؟ لا. هل يحتوي على كلام بخط إيطاليك؟ لا. صحيح في عندي كم من فعل هنا هم عاملهم طبعا بس علشان يبين لي انه هذول في ايه في الفوتور سامبل، ولكن ما في عندي اي شيء مكتوب بالخط الإيطاليك بيدل على انه ايه هذا الكلام كلام احد اخر. دونك ici في هذا dans ce texte il n'y a pas d'un discours rapporté, il n'y a pas par exemple le discours indirect, il n'y a pas des mots ou des groupes de mots entre deux parenthèses, ma fiche indique les maths ben aquas, tamam, ou ma fiche indique les maths, badha, le wa, j'ai un tariq les pronoms impersonnels, ou ma fiche indique les maths, j'ai un tariq et jama'a, ou jumal, j'ai un tariq le wa, pour lui, selon quelqu'un, tamam, mais je m'en joue. Donc, fil halaha, dit ma fiche indique modalité médiatique. دونك انا بعد ما اقرا النص شو باجي بكتب؟ باجي بكتب موداليتي ميدياتيف، بحط نقطتين فوق بعض وباجي بحكي اوكا ماركاج. ما في عندي اي ماركاج لموداليتي ميدياتيف. دونك ستادير كو il n'y a pas une modalité médiative dans ce texte. تمام؟ لو سكريبتور اللي هو الكاتب طبعا، او ممكن نحكي لونسياتور اللي هو المتحدث، تمام، او الانترلوكتور سينيفي كيلا ان اكسيد ديريكت او فيه. فعلا هو عنده أكسي ديريكت أو فيه، هو في عنده إيه وصول مباشر للمعلومات للأحداث هذه، هو طبعا بشكل مباشر بيحكيها، ما بنقل الكلام عن أحد آخر. تمام؟ on l'implique par l'absence de marque. طبعا هنا وضح الكلام هذا عن طريق غياب اللي هي المارك. حكينا اللي ماركور إحنا اللي هي سيلون أو بور لوي أو بور كيلكان. تمام؟ دونك لو في عندي هنا يا جماعة في التكست هذا، لو موجود عندي هنا كلام بين قوسين، كلام بالبولد، كلام منقول، رابورتي، il m'a dit, il m'a confirmé, il a déclaré, etc. بالتالي راح انا احكي موداليتي ميدياتيف لو موجود عندي موداليتي ميدياتيف. هنا في الحاله هذه مش موجود موداليتي ميدياتيف، لكن لو موجود موداليتي ميدياتيف شو راح احكي؟ احكي موداليتي ميدياتيف نقطتين، موداليزي اون ديسكور، طبعا بتحط موداليزي اون ديسكور طبعا، وبتحط ايش نوع الديسكور، هل هو ديسكور رابورتي ولا ديسكور اي سيكوند، وبتيجي بتحكي السكريبتور طبعا الكاتب اذا كان النص، سكريبتور الكاتب او الكريفان او الانونسياتور ما في مشكله. سينيفي كيلا ان اكسي انديريكت، ليه هنا بنكتب انديريكت؟ في حال وجود موداليتي ميدياتيف بنكتب الى ان اكسي انديريكت، اندايركت وعنده وصول غير مباشر للمعلومه، مش هو اللي وصل لها عن طريق حدا ثاني، سواء عن طريق احد او سواء عن طريق نص اخر. لكن في حال غياب الموداليتي ميدياتيف بنجي بنحكي انه الانونسياتور او السكريبتور سينيفيك لا ان اكسي ديريكت،
يعني هو عنده وصول مباشر للمعلومة، تمام؟ هو اللي جاب المعلومة هذه، هو السبب المباشر للمعلومة هذه، هو اللي بيحكيها، هو اللي بيصرح فيها. لكن لو كان عندي موداليتي ميدياتيف، هنا في الحالة هذه ما في موداليتي ميدياتيف. لو كان عندي موداليتي ميدياتيف بكرر كمان مرة، فباجي بحكي إلى أن أكسي أنديريكت أوفي. طبعا لو كان موجود عندي موداليتي ميدياتيف، باجي بحكي أون لامبليكون باغ لا بريزونس دو مارك، تمام؟ عكس، بتحط عكس هاي وعكس هاي، واضح؟ أوكي. طيب بإمكانك تضيف، لو موجود عندي موداليتي ميدياتيف، بإمكانك تضيف بعد هاي الجملة، بعد هذا بلوك كامل بتكتب لي إياه. طبعا لو موجود عندي موداليتي ميدياتيف جاي عن طريق اللي هو كلمات بين قوسين، تمام، تجي بتحكي موداليزي بار طبعا لومبلوا دو كونديسيونيل أو لا موداليزاسيون اون ديسكور سيكوند سور لو كونتينو أو modélisé par modélisé en discours second par exemple par la modélisation sur le contenu تمام. بتحط من وين جاي، بتجيب لي المصدر اللي هم هدول الشغلات، اما مثلا بتحطوا لي ايش المصدر بتاع modélisation sur un mot ou groupe de mots يا جماعه، او بنحكي عنها موداليزاسيون اوتونوميك، ما في مشكله، تمام، او موداليزاسيون سور لو كونتينو، او مثلا نجي نحكي موداليزاسيون او موداليزي باغ لو كونديسيونيل، ما في مشكله. المهم ان انت تشرح لي ايه شو المصدر بتاع اللي هو الموداليتي ميدياتيف، تمام. طيب هذا مثال بسيط اخذنا عليه ولقينا انه مش موجود عندي موداليتي ميدياتيف، حطينا هنا ما في عندي، تمام، فبالتالي هو بينفي لك، بحكي لا اوكان ماركاج. Le scripteur signifie qu'il a un accès direct au fait en l'appliquant par l'absence de marque. تمام، هو المصدر هو المسؤول عن المعلومة هذه، تمام، الكاتب هو المسؤول عن المعلومة. طيب شو في عندي موداليتي ابيستيميك؟ طبعا احنا شرحنا في الدرس السابق في عندي موداليتي ابيستيميك وديونتيك واكسيولوجيك، تمام. الابيستيميك لما تيجي تحكي لي نيسيسير لي بوسيبل لي بلا بلا بلا، تمام، إلي بروبابل لما تحكي عن بوسيبيليتي دي كل شوز، تمام، او لا بروبابيليتي لما تحكي عن احتماليه وقوع شيء، تمام، هذا اللي حكينا ابيستيميك. ديونتيك واكسيولوجيك لما يجي بحكي لك ايل فو باغ اكزومبل ايل دوا، تمام. فهنا ما في عندي لا موداليتي ابيستيميك ولا موجود عندي موداليتي ديونتيك واكسيولوجيك، فبالتالي انت نفس الحاجه بتحط لي موداليتي ابيستيميك نو ماركاج، ما في اوكان موداليتي ابيستيميك. طبعا هنا هو بيشرح لي، انا مش طالب منك تشرح لي، تمام، هذا الشرح انا مش طالبه منك، ركزوا معي من هنا لان هي انا مش طالبه منك، تمام، ولكن هو بيجي بيحكي لك نو ماركاج او اوكان موداليتي ابيستيميك، بمعنى الكلام كي فو بور لاديسيون لاديسيون دو ديسكريبتور اسي بروبو. هنا بيجي بيحكي لك انه طبعا انه ما في عندنا مشكله، سكريبتور الكاتب طبعا بيحكي بشكل يعني موضوعي عن الـ عن الـ عن الـ عن الموضوع الميتيو هذا اللي بيصير او الرياح، تمام. فانا بس بحكي لك ملاحظه صغيره انه اذا انتم بتشوفوا في الايزاج دو فيتور هنا، تمام، هنا حناخذه بعد هيك، يعني الايزاج دي مود اللي هو استخدام استخدام الأزمنة، نجي بنحكي مثلا عنها انسكري دون لافنير او دون لو بريزون لا بلا بلا، ما بدنا اياها، هذا احنا ما بدنا اياها، تمام، واضح، ما بدنا اياها. هل في عندي موداليتي ديونتيكو اكسيولوجيك؟ لا، طبعا بيجي بحكي لك اكون موداليتي ديونتيكو اكسيولوجيك، ما في عندي. وهنا عندي اكون موداليتي ابيستيميك، ما في عندي. دونك لحتى الان ما في عندي ميدياتيف ولا عندي ابيستيميك ولا ديونتيكو اكسيولوجيك. دونك اللي بنفهمه من هنا انه هذا نص عادي طبيعي، ما في اي مشكله، ما في اي نوع من الموداليتي. طبعا بيجي بيحكي لك سول موداليتي ماركي، في عندي موداليتي واحده بس احنا معروفه، هي لا موداليتي اللوكوتوار اكسكلاماتيف. احنا حكينا الالوكوتوار يا جماعه اللي هي طبعا اللي بتحكي عن الانونسي، هل هي اكسكلاماتيف او انتروغاتيف او ديكلاراتيف اتسيتيرا ناراتيف. هنا الشغله الوحيده اللي موجوده عندي انه في عندي التيتخ الموجود عندي هنا اكسكلاماتيف، شايفينه يا جماعه؟ فبيجي بيحكي لك سول موداليتي ماركي سي لا موداليتي لوكوتوار اكسكلاماتيف دو تيتخ كو دي فريشور، شايفينها؟ طبعا
هنا بيجي بحكي لك طبعا احنا هيك خلصنا، احنا خلصنا الشرح بتاع التكست سي بون. دونك سو تكست نابا ني عفوا نا ني لا موداليتي ميدياتيف ني لا موداليتي ابيستيميك ني لا موداليتي ديونتيك اكسيولوجيك. لا سول موداليتي اكزيستون دون سو تكست الموجوده في هذا كي اكزيست دون دون سو تكست سي لا موداليتي الكوتوار دو تيتر الموجوده في التيتر. طبعا نجي نحكي عنها موداليتي الكوتوار اكسكليماتيف دو تيتر تمام، وايش الموجود عندي. هيك واضح، هيك احنا حللنا النص هذا تمام. فبالتالي احنا بنعرف مين كل واحد مسؤول عن كلامه، مين اللي حكى هيك وشو الموجود عندي تمام. اوكي هنا بيجي بحكي لك ليش احنا ما لقيناش طبعا موداليتي كثير عندي، لانه بحكي لك لي بولتان ميتيو طبعا شو مالهم تراديسيونيلمون ان دي جون دو تيكست هو ماركي مودالمون، قليلا جدا نادر لما بيكون في عندي موداليتي فيه. ليش؟ لانه هي تيجي بتحكي عن حدث سريع تمام، يعني مش حدث عفوا، عن خبر وخبر طبيعي، يعني هي بتحكي عفوا عن الطبيعه، فبالتالي ما بتحكي عن تحليل، ما بنحلل هنا في الميتيو تمام، في الاخبار الطقس تمام. لكن هنا بشرح لي شغلات ثانيه ما بدنا اياها، اتركونا من هاي. اوكي طيب، لكن في المقابل بيجي بيحكي لنا دو نومبرو جونغ دو تيكست فون الانفيرس، الكثير من انواع النصوص هي بتعمل يعني هي على العكس، يعني على العكس من الكثير من انواع النصوص انسيستونس دو ماركاج، التي يعني بيصير في عندنا الحاح لاستخدام الماركاج، يعني كثير بنركز على استخدام الماركاج تبع الموداليتي ميدياتيف تمام. وكمان تتطور من البارول رابورتي، في عندي سيتاسيون، في عندي مونسيون دو لا بارول دو نوتر لوكوتور طبعا، سواء كانت رسائل بنك او في ديفير اخبار بي دومور طبعا، في عندي سخريه، في عندي طبعا كومونتير بوليتيك اتسيتيرا تمام. فبالتالي كثير بيحكي لك الشغلات هذه فيها ايه، بيكون في عندي موداليتي ميدياتيف، وممكن يصير في عندنا فيها تحتوي عفوا على موداليتي ديونتيكو اكسيلجيك او ابيستيميك تمام. نشوف المثال هذا الموجود عندنا، عفوا نشوف بس قديش وصلنا في التسجيل عشان ما بدنا نطول 12 دقيقه. طيب نشوف المثال هذا اللي موجود عندنا، انا ما راح اقراه كله لكن حركز لكم على العنوان العناوين والشغلات اللي انا راح اجيبها على السريع نشرح لكم اياها. دونك اوفر دو كريدي بريفيليج لا بلا بلا تمام، شير كليون شير كليون شير كليون سي لون كخوا لي ميديا سينون كخوا لي ميديا، اذا احنا بدنا نصدق الميديا لي بونك سوغي ديفونو فريلوز البنوك. طبعا في عندي ركز عندي اول شيء، اذا احنا بنلاحظ عندي هنا تمام، بنلاحظ انه في عندي كونديسيونيل. دونك في الحاله هذه شو بنكتب؟ موداليتي ميدياتيف موداليزي باغ لومبلوا دو كونديسيونيل، بتحط لي بين قوسين او تمام وين الكونديسيونيل اللي هو سوغي ديفونو، شايفين يا جماعه؟ طيب خلاص هاي برضو عندي موداليتي تانية بتدل على الموداليتي، عندي موداليزاسيون تانية بتدل على الموداليتي ميدياتيف. على سبيل المثال شو بنجي بنحكي؟ بنحكي دوزيام موداليتي ميدياتيف سي لا مود عفوا نجي بنحكي انه موداليتي ميدياتيف عندي كونديسيونيل اللي هو هنا باغ لومبلوا دو كونديسيونيل، اي لا موداليزاسيون سور اللي هو بنسميه امو او ان جروب دو مو، اللي بنسميه طبعا البين قوسين هذا بنسميه موداليزاسيون اوتونوميك يا جماعه تمام. دونك في عندي هنا بس في الخبر هذا في عندي موداليتي ميدياتيف باثنين نوع موداليزاسيون. دونك عندي النوع الموداليزاسيون الاول اللي هو باغ لومبلوا دو كونديسيونيل، وعن طريق اللي هو ايش موداليزاسيون اوتونوميك، هذا هو. في عندي شغلتين تمام. طيب نشوف النص اللي بعده، نور الدين رشيد يغونتخي ا سون دوميسيل، نور الدين رشيد بيدخل دخل الى مكان اقامته لورسكو لافي ايتي ابوردي باغ دو زوم دون زان بارك بوبليك. طبعا دخل وهو داخل على بيته طبعا، تم الحديث حدا في قاطعه في الحكي في اللي هو في بارك بوبليك، في بارك يا جماعه اللي هو بارك اللي هو حديقه عامه تمام. سيلون ديكلاراسيون دوفون لي بوليسيي طبعا، بناء في سيلون يا جماعه، اوب بما انه صار في عندي سيلون بدنا نعرف شو هاي. ها نجي نشوف شو السيلون شو بتحكي لنا، بما اني انا شفت كلمه سيلون، شايفين يا جماعه سيلون
بمجرد ما اني بشوف سيلون بروح بعلم عليها وبجي بحكي موداليتي ميدياتيف موداليزي سور لو كونتوني بار لومبلوا دو سيلون عن طريق استخدام سيلون. بعيد الجمله كمان مره. موداليتي ميدياتيف نقطتين فوق بعض موداليزي سور لو كونتوني بار لومبلوا او لوتيليزاسيون دو سيلون. تمام شايفين يا جماعه؟ طيب سيلون سي ديكلاراسيون طبعا بناء على الديكلاراسيون بتاعته دوفون لي بوليسي. سوسي مين هما سوسي؟ طبعا هذا جزء من تحليل الخطابي بعدين راح ناخذه. الكرونغولاتيف على مين بدل عفوا والديموستراتيف كمان على مين بدل. سوسي لوي اوري دابور دوموندي اوري دوموندي. طبعا في عندي هنا يا جماعه كونديسيونيل باسي هذا حكينا عنه يا جماعه اللي هو كونديسيونيل جورناليستيك. ليش استخدمناه هنا؟ لانه هو بيحكي لكن البوليس ما مش متاكد. فبما انه في عندنا مصدر في عندنا مصدر المعلومة وشخص حكاها تمام وفي شخص آخر مش مصدقها فبالتالي بنستخدم كونديسيونيل. حكينا هنا الصحفي اللي كاتب النص هذا وصلوا انه نور الدين الرشيدي حكى هيك لكن هو مش متأكد او البوليس مش متأكد فبالتالي في عندي هنا ايش كونديسيونيل. اوب بنعمل ستوب هنا بنروح بنحط موداليتي ميدياتيف اول مرة عن طريق سيلون بنجي بنكتب عنها موداليزي سيغ لو كونتوني وهنا بنجي بنحكي موداليزي باغ لومبلوا دو كونديسيونيل جورناليستيك كونديسيونيل باسيف ونحط تمام. طيب سكيل افي ريفيزي سكيل اوغي ريفيزي عفوا طبعا في عندي كمان مره وكمان مره اوغي دوموندي سيليتي موزلما ابخي لافوار كيسيوني سور لا سيتياسيون دو ليكس يوغوسلافي طبعا il aurait roué deux coups ضربوه ضربتين تمام. مسيو راشيد طبعا هو بيحكي انهم ضربوه لكن البوليس مش متاكد والجورنالست مش متاكد فبالتالي في عندي كونديسيونيل يا جماعه باسي فبالتالي بسميه كونديسيونيل جورناليستيك هنا تمام. طبعا نكمل الجمله هنا بنلاحظ انه في عندي موداليتي. هل في عندي هنا يا جماعه هل في عندي موداليتي ايبيستيميك؟ نو. هل في عندي موداليتي ديونتيكو اكسيولوجيك؟ نو. لكن في عندي موداليتي ميدياتيف واضحه. الموداليتي ميدياتيف كذا مره اول مره عن طريق الكونتينيو شايفينها سيلون وثاني مره عن طريق استخدام اللي هو الكونديسيونير. راح ناخذ عملي ان شاء الله المره الجايه راح نعرف نشتغل اكثر منه تمام. نشوف النص الرقم 4 نص 4 كي دي كوفيرنيكوف. طبعا هذا النص شويه هيك ريزل ما بدنا نحكي فبس انا بدنا نختصر انه في عندي هنا بلا 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 دن 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 بقرا بور لوي افواغ ان سيكسواليتي ايبانوي لو ميور مويان دو رابروشي بور لوي شايفين يا جماعه. Donc, il y a une modalité médiative modalisée sur le contenu. Ou il y a par la présence de marque. Bonjour, de marque, il y a pour, il y a jamais. Il y a une marque qui est pour, il y a un marqueur. Un marque, il y a une modalité sur le contenu. Il y a une modalité sur le contenu. Il y a une modalité sur le contenu. Il y a une modalité médiative. Il y a une modalité médiative. C'est long. وفي عندي طبعا هنا يا جماعه كونديسيونيل. طيب النص الخامس اونك خواغ نومر كومونتير تمام لا بلا بلا ما عشان ما بدنا نطول نشوف التسجيل وصل 18 دقيقه ما بدنا نطول اكثر من هيك. اونك خواغ دي كومونتير لا بلا بلا بدي اشوف عندي هنا اوغي بيردو يا جماعه عندي كونديسيونيل برضه نفس الحاجه موداليتي ميدياتيف موداليتي بارلون بلوا دو كونديسيونيل تمام سوري ايلواني موداليتي ميدياتيف موداليتي بارلون بلوا دو كونديسيونيل تمام. اوب نفس الحاجه في عندنا اوكي اوكي. طبعا هذا احنا بنسميه ديسكور انتيريور ديسكور سيكوند انتيريور واضح اللي هو الكونديسيونال حكينا عنه في المحاضره قبل. نشوف نختتم هنا على السريع بيحكي لك اون ريفيل ايسي تخوا تيب دو مارك ميدياتيف. هنا بنكتشف او بنوضح انه في عندي ثلاث انواع مارك ميدياتيف. شو هم ثلاث انواع مارك ميدياتيف عشان اللي بيعطونا انه في عندي موداليتي ميدياتيف طبعا في جميع النصوص السابقة. La modélisation en discours seconde sur le contenu أول حاجة اللي هو si l'on croit les médias
ou selon une déclaration devant le policier, ou en a pour lui, en croire de nombreux commentaires badou pour d'autres. كل هذه الشغلات هي عبارة عن احفظوها طبعا انا ما شرحتها لكن احفظوها اللي هي هذه طبعا موديليزاسيون سور لو كونتينو تمام او ثاني نقطة التيب دوزيام تيب دونك لو كونديسيونيل دي جورناليستيك لو كونديسيونيل جورناليستيك اللي هو اللي احنا بنحكي عن جورناليستيك سور اي ديفينيو اتسيتيرا في عندي تقريبا 20 واحدة كونديسيونيل مرة في البريزون مرة في الباسي وعندي لا موديزاسيون اوتونوميك بار لي جيمي لي بانك سوري ديفينو فريلوز فيناي فريلوز تمام طيب هنا في عندي تخوا تيب دو مارك ميدياتيف دونك هنا في الحاله هذه لما بجيب لك ناس بجيب بتحكي لي موداليتي ميدياتيف نقطتين فوق بعض بتيجي بتحكي مره موداليزي اون دو سكور سيكوند سور لو كونتينو اذا موجود موداليزي بار لومبلوا دو كونديسيونيل او موداليزي par la modélisation autonomique طبعا بتحكي marqué par مثل ما بدك انت تكون الجملة مثل ما بدك اما بتحكي modélisé par او marqué par مثل ما بدك او par la présence تمام impliqué par la présence de واحد مثل ما بدك المهم انت توضح لي ايش الموجود عندي تمام راح ناخذ عملي ان شاء الله طبعا انا ما بدي اطول عليكم في عندي الاكزرسيس هذا انا ان شاء الله راح اشرح المره الجاي بس بطلب منكم على اساس انه ما راح اقرا المره الجايه طويل شوي بطلب منكم انتم تقراوه الاسبوع الجاي راح افوت عليه واشرحه ان شاء الله فبالتالي بطلب منكم تقراوه اللي هو الاكزرسيس اللي هو موجود صفحه 14 تعرف الكلمات اللي فيه وانتم راح تشوفوا في عندي كوريجي في عندي ديسكور ديريكت في الاكزرسيس هذا وعندي ديسكور انديريكت وعندي سور اون ديسكور سيكوند سور لو كونتينو طبعا عندي جورناليستيك عندي اوتونوميك تمام في عندك شغلات كثير من هذا الشغل راح احذفها اللي هو طبعا شاسي دون ديسكور ديريكت اتسيرا طبعا تفاصيل كثير ما بدي اياها بس انتم اشتغلوا عليه بشكل مبسط تمام وحضروا على الكمبيوتر او اي ورقه جانبيه على اساس المحاضره الجايه ما بدها تتعدى العشر دقائق لما انا اشتغله طب انا عشان اخلص انا خلصت الان المطلوب مني لكن انا فتحت على سبيل المثال اليوم خبرين على الانترنت تمام نشوف عندي هنا تمام يا جماعه في عندي هذا خبر بلان ماسيف دانفستيسمون لا بلا بلا على لوبيتال اوكي انتر دو جيمين طبعا هذا بنحكيها سوغ لو سو مش الكونتينيو هذه انا بنسميها اوتونوميك تمام شايفينها طيب نشوف نطلع شويه في خبر لانه ما عندنا وقت نقرا كل شيء هل في عندي كونديسيونيل هنا طب 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 تي اجي بتهيألي انا شفت كونديسيونيل اللي عمل قبل شويه اللي شفت كونديسيونيل وكم بفتح لكم عليه على اساس اورجيكم اياه ما في عندي كونديسيونيل موجود عندي كونديسيونيل في الخبر هذا بس انا بصراحه يبدو ان انا ضيعت في عندي سيلون شايفين يا جماعه فبما انه في عندي سيلون معروفه سور لو كونتينيو واضح طيب وعندي ادخلاي شايفين يا جماعه سور امو او ان جروب دو مو تمام تسونامي طبعا لي زوبيتو يا جماعه بوبليك سون كونفرونتي ان تسونامي طبعا المستشفيات العامه تواجه تسونامي تمام شايفينها تسونامي فبالتالي هنا طبعا هذا يا جماعه موداليزي سور لو سور ان مو او ان جروب دو مو طبعا او بنسميه موداليزي بار لا موداليزاسيون اوتونوميك تمام او بنجي نحكي موداليزي اون ديسكور سيكوند ماركي بار لي دو جيمي تمام مثل ما بدك تمام واضح نشوف مثلا خبر ثاني على السريع ديغيير لا جلوريفيكاسيون دي زيرو طبعا عندي تمجيد الابطال لو فوكابيلور غيرير دومين طبعا المصطلح الحربي تمام مسيطر تمام ف او يسيطر لا جلوفيكاسيون جلوفيكاسيون دي ايرو اون بلوز بلانش طبعا ابطال الابطال بالملابس البيضاء تمام فبالتالي هنا بصير عندي موداليزاسيون اون ديسكور سيكوند ماركي بار لا موداليزاسيون
اوتونوميك او ماركي بار لي دو جيمي. تمام شايفين يا جماعه. وفي عندي مور اوكومبا، شايفين اوكومبا عفوا. فحتى اللي في كثير بتلاقي في الاخبار، لو انتم مثلا على الجروب اللي احنا منشئينه، لو حدا منكم شاف اي خبر ولقى لي في عندي ايتاليك، او لقى في عندي خط بولد، او لقى في عندي ديسكور رابورتي، ممكن يبعث لي وانا احكي له ايش هذا نوع الديسكور عادي، نتناقش مع بعضنا. تمام. فبالتالي نشوف في عندي خبر ثاني، ما انا ما جاب اخبار ثاني. اكيد راح تلاقوا كونديسيونيل، اكيد راح تلاقوا عندكم ايتاليك، راح تلاقوا خط ما بولد، اكيد راح تلاقوا شغلات اونتخ دو جيمي، او اكيد راح تلاقوا شغلات اونتخ دو بارونتيز. تمام. L'apport de conséquences économiques principalement. شايفين يا جماعة. فبالتالي راح تلاقوا اللغة. طبعا أكيد راح تلاقوا ديونتيكو أكسيولوجيك، حتلاقوا إبستيميك. تمام. عندي هنا كثير شغلات. ونيتالي أنا توك شفت قبل شوية بحكينا إيمانويل ماكرون، شو حكى عنه إيمانويل ماكرون؟ عفوا عفوا عفوا. طيب انا راح اتوقف لحد لهنا، وان شاء الله راح نكمل العملي المره الجايه. انا هيك شرحت يعني شويه من العملي، او جزء كبير حتى مش شويه من العملي، انه ممكن نطبق لي تخوا موداليتي، او نطبق الاناليز كيف ان يعني كومون بوتو اناليزي ان تيكست بور تروفي لي موداليتي دون سو تيكست. دونك حاليا واضح كل شيء. بتشكركم كثير على مشاهدة الفيديو، طولت عليكم شوي، وان شاء الله بطلب منكم تابعونا بالفيديو القادم. ابقوا سالمين. السلام عليكم.